انا معايا على التليفون دكتور خالد ابو زيد، خبير الموارد المائيه. برحب بحضرتك معنا دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور خالد، يعني واضح طبعا المسار الفني لا يعول عليه وفي فشل ذريع فيه، فبنتكلم دلوقتي على بالتأكيد على المسار السياسي وحديث عن البنك الدولي كوسيط محايد وليه من الخبرة والاختصاص انه يفصل ما بين كل الأطراف. شايف حضرتك الملف ده وايه اللي ممكن نقوم بيه في الفترة اللي جاية؟ والله والحقيقة طبعا المسار الفني لكي ينجح لابد ان تتعاون كل الأطراف فيه. يعني ممكن دولة بتقدم تنازلات وبتقدم يعني محاولات، ولكن إذا تعنت أحد الأطراف فبالطبع المسار الفني والتفاوض في المسار الفني لن ينجح. فبالرغم من الجهود الكبيرة التي قدمها الجانب المصري في المفاوضات الفنية في المرحلة السابقة، إلا أن بعض التعنت وعدم الالتزام بالقواعد الدولية مثلا لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، كل هذه الأمور بتؤدي إلى تعثر طبعا المفاوضات. إذا نظرنا إلى المشكلة الحالية في المسار الفني، احنا عندنا المكتب الاستشاري الفني اعد تقرير استهلالي بيشرح في كيفية السير في الدراسات الخاصة بتقييم اثار سد النهضة على مصر والسودان من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية، ولكن الجانب الاثيوبي كان لديه اعتراض. ويمكن من تصريحات السيد الوزير وزير الموارد المائيه والري في اليومين الماضيين نجد ان طبيعه، يعني هم افصحوا مؤخرا عن طبيعه هذه الخلافات، فاتضح ان الجانب الاثيوبي بيحاول مثلا ان يؤثر على المكتب الاستشاري استخدام اكثر من وضع مرجعي. يعني وضع مرجعي، يعني إيه؟ الوضع المرجعي ده هو الوضع قبل بناء السد. الوضع قبل بناء السد معروف، يعني مثلا تصرف النيل الازرق 50 مليار، متوسطه 50 مليار في العام، ساعات بيجي 30 مليار، ساعات بيجي 65 مليار، ولكن متوسطه 50 مليار. يبقى معنى كده تاثير السد على هذا التصرف الطبيعي للنهر ايه؟ هو ده المفروض يكون الوضع المرجعي. ما ينفعش ان انا اقول مثلا الوضع المرجعي هيشمل وجود السد ذات نفسه. طب يبقى هنقول شوف بقى تاثير السد على ايه بقى. ما ينفعش نقول ان السد المرجعي بيشمل او الوضع المرجعي بيشمل مشروعات مستقبليه. الله، ده احنا عايزين نشوف تاثير المشروع الحالي على الوضع المرجعي او على الوضع الحالي، المشروع اللي احنا بصدد اجراء هذه الدراسات بسببه. ما ينفعش ندخل مشروعات مستقبلية أخرى وإحنا بندرس تأثير سد معين على التصرفات الحالية للنيل الأزرق مثلا. فطبعا هذه الأمور حتى ضد أو لا تتماشى مع القواعد العلمية المتعارف عليها دوليا في إجراء دراسات التقييم البيئي أو التقييم آثار المشروعات. يعني هناك قواعد، ولذلك نجد. طب اقتراح ان البنك الدولي يدخل كوسيط او طرف محايد، والله انا شايف ان فعلا ده ممكن يكون احد الحلول. عارف حضرتك اعلان المبادئ اللي وقع من الثلاث قيادات في الدول الثلاثه بيشير الى، يعني في جزئيه فيه بتشير الى اليه فض المنازعات. اليه فض المنازعات دي بتحدد فعليا أن في حالة أي نزاعات يمكن اللجوء إلى الوساطة. فهنا بنجد أن طبعا إذا تأزم الأمر ممكن يلجأوا إلى رؤساء الدول. فطبعا وجود البنك الدولي كوسيط أعتقد على الأقل حتى من ناحية القواعد المتعارف عليها دوليا في إجراء دراسات تقييم الآثار للمشروعات الكبرى بينص على ما هو تعريف الوضع المرجعي قبل انشاء السد وخلافه. فطبعا هيكون هناك على الاقل فصل في هذه الامور العلميه التي لا يختلف عليها
اثنان من الناحية العلمية والإجرائية. بس احنا دكتور خالد برضو يعني بنسارع ونسابق الزمن، يعني اثيوبيا مكملة وممكن انها تملى بدون حتى الوصول لاتفاق نهائي او نشوف المباحثات او المسار الفني او السياسي، يبقى الوضع ايه؟ هو طبعا يعني نظرا لوجود اتفاق الان بين الثلاث دول، فلابد من ان احنا نستكمل كل الاجراءات المنصوص عليها. فبالتالي يعني التشاور والتفاوض لم يصل الى حل، يبقى الوساطه. الوساطه لم تصل الى حل، يبقى رفع الامور الى رؤساء الدول. الوضع بقى اذا تازم اكثر من ذلك يبقى لابد من النظر بقى في اجراءات اخرى. التحكيم الدولي ده اجراء مطروح او ممكن اللجوء ليه؟ هو طبعا للاسف التحكيم الدولي بموافقه الدول، لازم موافقه الدول. ولكن يمكن استشاره احد الجهات اللي بتقوم بالتحكيم الدولي في الراي الفني مثلا حول هذه الامور، وده هيكون ايضا سند ومستند يعني يمكن اللجوء اليه اذا ما تازم الامر اكثر من ذلك. نتمنى ان ده ما يحصلش. على كل الاحوال دكتور خالد ابو زيد خبير الموارد المائيه، شكرا جزيلا لحضرتك.